أنا اسمي كرولوس بهجت عدلي، دكتور جراح نايب في جامعة عين شمس بمرداش، بكتب من 2011، اشتهرت بالكتابة على السوشيال ميديا خصوصا الفيسبوك، وليا كتابين، كتاب بيضا مان وكتاب التجربة الفكرية الرحمه، ومهتم عموما بنشر الثقافة والفن والأدب والحاجات دي عموما يعني، ولو في تاتش علمي مثلا زي سايكولوجي مثلا أو حاجات ليها علاقة بالطب برضو مهتم ننشرها. هتكلم عن كتاب بيضا مان، بيضا مان فلسفة التحول، كتاب بيتكلم عن أبطال خارقين سوبر هيروز بس في مصر، بس بأسلوب ساخر وفي نفس الوقت فيه تاتش فلسفة يعني. في البطل هو تامر وفي ريم وفي خولي، دول شباب مصريين عادي جدا يعني. تامر ده في طب، شاب انطوائي ما عندوش اي نوع من انواع العلاقات الاجتماعيه، بتجيله قوه ان هو بيطلع بيض من ايده. في ريم فيمينست وومن، شعرها يعني في قوه خارقه. خولي بيتحول لدخان. فكره ان الثلاثه دول يعني بيخشوا في لعبه كده ليها علاقه بالدوله وليها علاقه بان هم ياثروا في الراي العام يعني. هي قصة بحاول اعمل نوع من انواع اللي هو كوميك بوك، وهو فعلا في الاخر بتحول زي رسومات مارفل كده، بنحاول نقلب مارفل يعني، وفي نفس الوقت فيه تاتش فلسفة وكوميدي. اللي يميز كتاب بيضا مان عن اي كتب تانية، الفكرة جديدة يعني. اولا عندناش احنا كمصريين سوق الكوميك بوك الجامد يعني، يعني ما عندناش هناك مثلا في فيفو فانديت مثلا، في دكتور سترينج، في كتب وفي مجلات للكوميك بوك، احنا ما عندناش السوق ده قوي يعني. تاني حاجه ان هو بيجمع بين حاجتين، بيجمع بين الساخر وبين الفلسفه يعني. هو مش كتاب بيور ساخر ولا في نفس الوقت بيور فلسفه، فهيعرف يمتعك وفي نفس الوقت هيعرف يفيدك يعني. لذيذ برضو ان هو بيناسب كل الاعمار، الاطفال ممكن واحد مثلا عنده 5-6 سنين يعجب برسوماته ويبتدي يحاول يفك الحروف، مراهق مثلا عنده 16-17 سنة هيعجبه جدا، ناس كبار هيلعب على وتر فلسفة. فأنا شايف ان هو كتاب او تجربة جديدة يعني، اتمنى ان هي تحقق نجاح اكبر يعني. هي الحمد لله لغاية دلوقتي شغالين كويس، بس يعني اتمنى ان هو الموضوع يزيد اكتر واكتر.